Good morning, my dear doctors. Today we will start to learn about Plasmodium, which is the causative parasite of malaria. الملاريا هي vector transmitted disease، وده معناه ان هي disease او parasite بيتنقل عن طريق vector. طب يعني ايه vector؟ الفيكتور هو انسكت او ارثروبود بينقل الباراسايت من مكان للتاني. ممكن الترانسميشن دوت يبقى بيولوجيكال او ميكانيكال. طيب يهمني في ايه الكلام دوت؟ لازم عشان اعرف ان الديستريبيوشن بتاع الملاريا او انتشار الملاريا في مكان ما بيعتمد على الوجود الموسكيتو فيكتور بتاعها. طيب انا عندي 4 species of plasmodium، الاربعه ممكن يعملوا هيومن ملاريا. طيب تعالوا نشوفهم واحد واحد. اول واحده اسمها plasmodium vivax، ودي بتعمل vivax او tertian ملاريا، ودي تعتبر the most predominant type، موجود في اماكن كتيره جدا. طيب تاني نوع البلازموديوم اوفال، ودي بتعمل اوفال اور تيرشن ملاريا، ودي بتبقى موجودة اكتر في التروبكس او المناطق الحارة. ليه الاتنين انا قلت فيهم تيرشن؟ لان العرض الاساسي للملاريا هو الاتاكس اوف فيفر او الفيبرايل باروكسيزم. في حالة الفايفكس والاوفال العيان بيشتكي انه بيجيله الاتاكس اوف فيفر ريزميك كل 3 ايام، يعني العيان بيبقى فري 48 ساعة وتبتدي الاتاك تجيله في اليوم التالت. طيب تالت نوع بلازموديوم مالاري بيعمل مالاري او كوارتا مالاريا، وده بيبقى اكتر في السب تروبكس اند تمبريت زون. وطبعا من الاسم التاني بتاعه او الكوارتا مالاريا اقدر اعرف ان الاتاكس اوف فيفر بتحصل كل 4 ايام، يعني العيان 72 ساعة فري والاتاك اوف فيفر تجيله في اليوم الرابع. اخر نوع اللي هو البلازموديوم فالسيبارم او البلازموديوم فالسيبرم، بيعمل فالسيبرم او سبترشن او مالجننت مالاريا، وده موجود اكتر في التروبكس. انا ليه هنا بقول ان هو مالجنان؟ لان ملوش باروكسيزم واضح، ملوش رزم معين ماشي عليه. الاتاكس ممكن تيجي كل 36 ساعة، كل 72 ساعة، او الريجولر بتيجي براحتها. الفور سبيشيز بتوع البلازموديوم كل واحدة منهم بتعدي بفور ستيجز. اول ستيج اسمها الرينج ستيج، وبعد كده الرينج دي بتكبر شويه تبقى تروفوزويد، بعد كده التروفوزويد يبتدي الكونتنتس بتاعته تتقطع وتبريك داون وتتكون شايزنت، والشايزنت بعد كده بتدي الجاميتوسايت. يبقى كل سبيشيز من بلازموديوم سواء فايفكس اوفال مالاري او فالسيبرم بيعدي بالفور ستيجز دول. اللايف سايكل بتاعه الملاريا بتعدي بتو ستيجز او تو سايكلز. السايكل الاولى اللي هي الاسكشوال سايكل، دي بتحصل جوه الانسان. بما ان الانسان هنا بيبقى جواه الاسكشوال ستيجز يعتبر الانترميديت هوست. طيب السايكل الثانيه بقى اللي هي السكشوال سايكل، ودي بتحصل في الفيميل انوفيلس موسكيتو او الفيكتور بتاع الملاريا. وبما ان السكشوال ستيجز بتبقى موجوده جوه الموسكيتو، ده بيخلي الموسكيتو تعتبر الديفينيتيف هوست بتاع الملاريا. طيب الانسان ده بقى بيتعدي ازاي؟ بتيجي انفكتد فيميل انوفلس تبايت الانسان دوت وتانتروديوس السبوروزويد انتو هيز بودي. السبوروزويد هنا تعتبر الانفكتيف ستيج. اول ما السبوروزويد تدخل جوه جسم الانسان على طول تدور على الليفر، تدخل على الليفر، تدخل جوه الهيباتوسايت او الليفر سيل، تبتدي بقى تكبر من سبوروزويد تبقى تروفوزويد، والتروفوزويد يبتدي الكونتنتس بتاعته تتقطع وتبريك داون تكون حاجه اسمها شايزنت. الشايزنت ده بيبقى عباره عن اللي هي النقط، الدايره دي اللي جواها نقط كتير، ديت الشايزنت. يبتدي اون ذا لونج ران الشايزنت نفسها تروبتشر، وتروبتشر معاها الليفر سيل، تطلع لي بقى ايه؟ تطلع لي ميروزويدز.
طيب الميروزايتس دول مصيرهم ايه او بيروحوا فين؟ بيروحوا على طول على البلد، يبتدوا يروحوا على البلد ويخشوا الار بي سيز. لما هيخشوا الار بي سيز بقى هيبدا الميروزايت يكبر يكون رينج ستيج. الرينج دي عباره عن دايره فيها نقطه من الكروماتين، فبيديها شكل الخاتم شويه. الرينج دي تبتدي تكبر شويه تبقى تروفوزويد، والتروفوزويد الكونتنت بتاعته تتقطع يكون الشايزنت، والشايزنت هنا تفرقع وكمان تفرقع معاها الانفكتد ار بي سيز. الميروزويدز بقى اللي بتطلع هنا بتدي الستيجز بتاعت الملاريا اللي هي الجاميتوسايتس او الميل والفيميل جاميتوسايتس. طيب لما الجاميتوسايتس دي بتتكون وتبقى في الانسان، الانسان دوت في المرحله دي بيبقى انفكتيف لاي موسكيتو. فلما تيجي موسكيتو ما عندهاش العدوى تعض انسان عنده الميل والفيميل جاميتس، تاخد منه الميل والفيميل جاميتس وتبتدي تبدا جواها يحصل لهم فيرتلايزيشن ويتكونوا زايجوت، وتمر بستيجز كتيره لحد ما توصل ان كونت سبوروزويتس. واول ما السبوروزويتس دي تتكون على طول تمايجريت للساليفري جلاند بتاعه الموسكيتو، وفي الحته الجزئيه دي تعتبر الموسكيتو انفكتيف لاي انسان تاني ما عندوش العدوى. يبقى انا الانسان بيبقى انفكتيف للموسكيتو لما بيبقى عنده الجاميتوسايت، انما الانافلس بتبقى انفكتيف للانسان لما يبقى عندها السبوروزويت. طيب مرحلة تكوين الجاميتوسايتس اللي بتحصل ديت بيبقى اسمها الجاميتوجني. أجني يعني تصنيع، جاميتوجني يعني تصنيع الجاميتس. طيب مرحلة بقى اللي هي بتاع تكوين الشايزونت اللي في الليفر وفي الار بي سيز بيبقى اسمها شايزوجني. جوه الار بي سيز او جوه البلد بيبقى اسمها اريثروسيتك شايزوجني، يعني مرحلة تكوين الشايزونت جوه الار بي سيز. انما في الليفر بيبقى اسمها بري اريثروسيتك شايزوجني، يعني ما قبل الاريثروسيتك شايزوجني، او اكزو اريثروسيتك شايزوجني اللي هي الشايزوجني اللي بره الار بي سي. من اللايف سايكل بتاعه الملاريا اقدر اعرف ان الترانسميشن بتاع الملاريا في منطقه محدده بيعتمد على وجود ثلاث حاجات. اولهم الانسكت فيكتور او الفيميل انوفلس، لان هي اللي بتاخد الجاميتس وهي اللي بتدخلها في سايكل تطلع منها سبوروزويت اللي هي بتبقى الانفكتيف ستيج. تاني حاجه وجود انفكتد هيومن عنده الجاميتوسايت وهو اكت از كارير ليها، عنده الجاميتوسايت والفيميل انوفلس موجوده تاخد منه الجاميتوسايت وتكمل السايكل بتاعتها. تالت حاجه هيومن سسبتبل فور infection. يبقى ثلاث حاجات هو اللي بيعتمد عليهم الترانسميشن اوف ملاريا: فيميل انوفلس فيكتور، انفكتد هيومن عنده الجاميتوسايت، هيومن سسبتبل فور انفكشن. طيب كلينيكالي بقى العيان بتاع الملاريا ده بيبقى شكله عامل ازاي او بيبقى عنده ايه؟ اولا لازم ابقى عارفه ان في الفتره ما بين دخول السبوروزويت وبدايه ظهور الاعراض اللي هي تسمى الانكيوبيشن بيريود بتتراوح ما بين 8 ل 40 يوم تقريبا اكوردنج للسبيشيز بتاعه الملاريا اللي الانسان ده اتعدى بيها. طيب التيبيكال بيكتشر بقى بتاعه الملاريا عباره عن ايه؟ اهم حاجه واول حاجه الفيبرايل باروكسيزم او الاتاكس اوف فيفر، عاده بتبقى فولود باي مثلا انيميا، سبلينوميجالي او جونس. اول حاجه في الكلينيكال بريزنتيشنز بتاعه عيان الملاريا الفيبرايل باروكسيزم او الاتاكس اوف فيفر. عباره عن ايه الاتاكس اوف فيفر؟ عباره عن 3 سكسيسيف ستيجز بيجوا ورا بعض. اول ستيج عندي الكولد ستيج، ودي بتستمر من 15 ل 60 دقيقه تقريبا. العيان بيشتكي فيها من احساس بالبرد جامد جدا ومعاها شيفرنج او رعشه، ويبدا بعد كده يخش في مرحله الهوت ستيج تستمر معاه من ساعتين ل 6 ساعات، فيفر جامد جدا، سيفير هيدك،
ممكن ده كله يبقى معاه نوزيا فوميتنج، احساس بالغثيان، او ممكن توصل لكمان للفوميتنج. اخر ستيج عندي اللي هي السويتنج ستيج، يبتدي العيان الحراره بتاعته تهدى ويحصل عنده، يبقى عنده بروفيوز سويتنج، يعني يعرق جامد جدا. وعاده في المرحله دي العيان بيفولز انتو ديب سليب، بينام كتير جدا. يبقى كده الفيبريل باروكسيس بيعدي ب3 ستيجز، اول ستيج الكولد ستيج، بعد كده الهوت ستيج، بعد كده sweating stage. طيب لو فاكرين لما كنا بناخد الفور سبيشيز اوف مالاريا، قلنا في منهم بيعمل تيرشن مالاريا وحاجات بتعمل كوادران مالاريا، وده بيعتمد على ان السبيش النوع دوت او السبيشيز ديت بتعمل في برايل باروكسيزم كل قد ايه، او الفريكوانسي بتاعتها. الباروكسيزمز اللي بتبقى ريبيتد كل 48 ساعه في حاله التيرشن، يعني العيان يبقى فري 48 ساعه والاتاك تجيله في اليوم الثالث، وفي حاله الكوارتن العيان بيبقى فري 72 ساعه والاتاك تجيله في اليوم الرابع. في حاله المالجننت مالاريا او الفالسيبرام او الايريجولار مالاريا ديت، بتبقى الاتاك بتحصل كل 36 او 48 ساعه، او بتبقى الريجولار كل يومين كل ثلاثة، ملهاش اي رول. طب هو الفيفر اصلا سببه ايه؟ اولا البرودكتس اللي بتطلع من الاريثروسيتك شايزوجيني بتستيميوليت الهوست اميون رياكشن ضدها، فبالتالي بيحصل فيفر. دي اول حاجة. تاني حاجة ان الشايزنس نفسه لما بيرابتشر بيسبب الفيفر ديت. تالت حاجة الماكروفاجيس والبوليمورفس لما بتيجي تاكل الريمنانس او الريد سيل برودكتس اللي طالعه نتيجه عمليه الشايزوجيني، بتطلع لارج كوانتيتيز اوف اندوجينس بايرينوجينز. بايرينوجينز يعني حاجات بترفع درجه الحراره. بعد كده السبلينوميجالي. السبلينوميجالي هنا في الملاريا بيبقى سببه الانهانسد فاجوسايتوسيس، بيبتدي يزود الفاجوسايتوسيس عشان يقدر يتخلص من الريد سيل ريمنانس والديبرس اللي طلع من عمليه الشايزوجيني. اخر حاجه ممكن تحصل في الكلينيكال مانيفيستاشن الجوندس، ممكن تحصل بس بتبقى مايلد، وممكن تحصل مع كل تايبس اوف مالاريا. عاده بتبقى نتيجه للهيموليسيز اوف ار بي سيز، او في الباراسايتايزد ار بي سيز او الانفكتد ار بي سيز. انا دلوقتي عندي تو فينومينا ممكن يحصلوا مع الفور سبيشيز اوف مالاريا. اول فينومينا عندي اسمها ريكروديسنس، بتحصل مع بلازموديوم فالسيبرام ومالاري. ايه اللي بيحصل فيها؟ بيبتدي الانسان يتعرض للبرايمري اتاك اوف مالاريا، ويبتدي يحصل عنده بارشال اميونيتي للملاريا، بس
هو من بره كلينيكالي فري، ما عندهوش اي اعراض، بس ستيل هو لسه عنده سمول نمبر اوف باراسايتس سيرفايفنج ان هيز بودي، فبالتالي هو بيبقى عنده لو جريد باراسايتيميا، عنده باراسايتيميا بس قليله، فبالتالي مش ظاهر عنده اي اعراض. طب ايه مشكلتي في الفينومينا ديت؟ اول ما الانسان دوت بيبقى ديبليتيتد، يعني مثلا ياخد كورتيكوستيرويد، يجي له كانسر، يجي له اي حاجه تعمل اميونو كومبرمايزيشن، على طول تبتدي الملاريا الاتاكس تبدا تظهر تاني. طيب هو الريكروديسنس اصلا بيحصل ليه؟ بيحصل ان العيان دوت كان اتعدى وابتدى ياخد علاج وما كملش العلاج بتاعه، incomplete treatment، او فيلير للاميونيتي او الاميون سيستم بتاع الجسم ان هو يتخلص من الاريثروسيتك فيز اللي موجود جوه الانسان العيان دوت. طيب ايه الفينومينا الثانيه؟ اسمها ترو ريلابس. دي بتحصل مع البلازموديوم فايفكس والاوفال. ايه اللي بيحصل فيهم؟ انا لما قلت في اللايف سايكل قلت ان السبوروزويد اول ما بتخش الليفر على طول بتخش الهيباتوسايت وتتحول لتروفوزويد وشايزنت، وبعد كده الشايزنت بيرابتشر هو والليفر سيل اللي انفكتد. طيب في بعض الاحيان بعض السبوروزويد لما بتخش الليفر سيل بتخش فريستنج ستيج قبل ما تعمل اي مالتيبليكيشن وقبل ما تتحول لتروفوزويد، فهنا بتتسمى هيبنوزويد. لما الهيبنوزويد دي بقى بيحصل لها اكتيفيشن فور اني كوز، يحصل لها اكتيفيشن على طول تبدا الاسكشوال مالتيبليكيشن وتعمل ري انفكشن للار بي سيز. يعني السبوروزويد جوه الليفر سيل يحصل لها تخش في ريستنج ستيت وتتسمى هيبنوزويد، وممكن بعد شويه يحصل لها اكتيفيشن وتبدا تكمل الاسكشوال مالتيبليكيشن وتخش على الار بي سيز عادي جدا، بس دي بتحصل مع البلازموديوم فايفكس والاوفال بس. طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل عندي نتيجه للملاريا اكوردنج للسبيشيز؟ يعني انا مثلا عندي الفايفكس والاوفال هما ريليتيفلي بيناين، يعني ما بيعملوش اي كومبليكيشنز. الملاريا تقريبا برضو بيناين، بس في الكرونيك كيسز ممكن تدخل العيان في نيفروتيك سيندروم. الفالسيبرام بقى هي الموست باثوجينيك فيهم واللي اكترهم بتعمل كومبليكيشنز، ممكن تعمل حاجه اسمها سايتو ادرنس، ممكن تعمل سيفير انيميا، ممكن تعمل بلاك ووتر فيفر، وممكن تروبيكال سبلينوميجالي سيندروم. تعالوا ناخد بقى كل كومبليكيشن على حده ونعرف هي ايه بالظبط وايه اللي بيحصل فيها. اول كومبليكيشن عندي اللي هي النيفروتيك سيندروم، ودي كومبليكيشن بتحصل مع البلازموديوم مالاري. طيب ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل ديبوزيشن اوف اميون كومبلكسز على الجلوميرولار وولز بتاعه الكيدني. طيب ده بيحصل ليه او الاميون كومبلكسز اتكونت ازاي؟ الاول الباراسايت بيطلع لارج اماونتس اوف انتيجين، بتبتدي الانتيجين ديت تعمل ستيميوليشن للاميون سيستم بتاع الانسان او بتاع الهوست ان هو يطلع انتي بوديز كتيره ضد الباراسايت دوت. يبتدي بقى الانتيجين والانتي بودي اتاتش مع بعضيهم يكونوا لي الاميون كومبلكسز. طب الاميون كومبلكسز اللي اتكونت دي هتروح فين؟ هتعمل ديبوزيشن على الجلوميرولار وول بتاع الكيدني، وبالتالي هتاكتيفيت الكومبلمنت سيستم اللي في الاخر هيعمل تيشو دامج. النيفروتيك سيندروم يعتبر الكومبليكيشن الوحيده للبلازموديوم مالاري وبتيجي بس في الكرونيك كيسز. طيب بعد كده هنبدا الكومبليكيشنز بتاعه البلازموديوم فالسيبرام، واول واحده فيهم اللي هي السايتو ادرنس. يعني ايه سايتو ادرنس؟ لو اعتبرنا ان ده كابيلاري وول، يعني ده بلاد فيسل عموما، يعني الانفكتد ار بي سي شكلها بيحصل فيه ديستورشن او بتتشوه عن الشكل العادي بتاعها او الشكل الطبيعي بتاعها. لما تبقى ديستورتد دي باراسايتايزد ار بي سيز، او ار بي سيز جواها اي ستيج من الملاريا، ممكن تمسك في بعضيها بالمنظر دوت او تستاك تو ايتش اذر، وممكن كمان تمسك في الاندوثيليال لايننج بتاع الكابيلاري وول كده من جوه. كل ده بيؤدي في الاخر لاوكلوجن للكابيلاري دوت او تعمل فاسكولار اوكلوجن.
نتيجة الفاسكولار اوكلوجن او الاوبستراكشن دوت، طبعا الدم مش هيروح للتيشوز بالطريقة المعتادة او زي النورمال، يبتدي يحصل اناكسيك دامج وانفلاماتوري رياكشن جامد جدا. طيب دوت البريزنتيشن بتاعته بتاعت العيان بتبقى ايه؟ اكوردنج للفيسل اللي اتقفل. يعني مثلا لو الفيسلز بتاعت البرين هي اللي قفلت بيحصل السيريبرال مالاريا. السيريبرال مالاريا ديت بتبقى بريزنتد بهايبر بايركسيا، وممكن العيان يخش في كوما او غيبوبه، وبعض الاحيان بتخش في شلل باراليسيس. طيب لو الفيسلز اللي اتقفلت دي بتاعت الجاسترونتستينال تراكت او الجي اي تي، بتبريزنت بجي اي تي سيمتومز، فوميتنج، دايريا اند ديزنتري. وذا سيم لو بتاعت الكيدني، ده بتبريزنت باكيوت رينال فيلير او فشل كلوي. لو بتاعة اللونجز بيبريزنت باكيوت بالمونري إديما. تاني كومبليكيشن بتحصل مع الفلسيبرام السيفير انيميا، ودي انا قلتها من شوية لانها نقطة مهمة جدا في الفلسيبرام. ليه؟ لانها بتنفيد all stages of RBCs. انا قلت قبل كده ان الفايفكس والاوفال بيتارجت بس اليونج RBCs، انما المالاري بتارجت الماتيور RBCs، انما الفلسيبرام بقى بتارجت all stages of RBCs، صغيرة وكبيرة، وبالتالي هتبقى تعمل سيفير انيميا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان كل شايزونت للبلازموديوم فالسيبرام بيبقى جواها ميروزويتس كتيره جدا، وبالتالي لما الشايزونت دي ترابتشر هتطلع عدد كبير من الميروزويتس ينفيد الار بي سيز. احنا بتكلم طبعا على الليفر شايزونت، الشايزونت اللي بيتكون جوه الليفر اللي بعد كده بيروح للار بي سيز او بيروح للبلد. الشايزنت دوت جواه عدد كبير من الميروزايتس، فبالتالي عدد كبير من الار بي سيز هيبقى انفكتد. طب ده يسمى الهاي باراسايتيميا اوف بلازموديوم فالسيبرام. طيب هل النون انفكتد ار بي سيز ممكن كمان تتكسر؟ اه ممكن تتكسر، ده بيبقى نتيجه للاوتو اميون رياكشن او اميون هيمولايسيس. هيمولايسيس يعني تكسير الار بي سيز. ايه كومبليكيشنز تانية ممكن تحصل مع بلازموديوم فالسيبرام؟ حاجة اسمها بلاك ووتر فيفر، ودي تعتبر اوتو اميون فينومينا بتحصل نتيجة ان الجسم بيكون او الاميون سيستم بتاع الجسم بيكون انتي بوديز اجينست اتس اون ار بي سيز. بمعنى ان الانسان دوت الاميون سيستم بتاعه بيشتغل يطلع انتي بوديز اجينست الار بي سيز بتاعته، فبالتالي الجسم بيهاجم نفسه. وده بيحصل في العيانين اللي تعرضوا لريبيتد انفكشن، وفي كل مره ما بيكملش كورس العلاج بتاعه. يعني هو اتعدى دلوقتي عنده المرض، عنده الملاريا، يعني ابتدى ياخد العلاج، يبتدي يتحسن ظاهريا، يوقف العلاج لوحده، يروح يجيله العدوى تاني، وهكذا يجيله يبقى عنده repeated infection وinadequate treatment. طيب لما الجسم بقى بيكون antibodies against ال RBCs بتاعته، يبتدي يحصل massive intravascular hemolysis لل RBCs ديت، وده بيؤدي انه ممكن يحصل necrosis في التيوبيوز بتاعت الكيدني. ولما يحصل فيها نيكروزس تبتدي تنزل الهيموجلوبين في اليورين، حاجه اسمها هيموجلوبينوريا. فالعيان دوت بما انه بينزل هيموجلوبين في اليورين، شكل اليورين بتاعه بيبقى ريد او بلاكش كده شويه، دارك بلاكش كده شويه، وبيجي يشتكي دايما من باسج اوف دارك ريد اور بلاكش يورين، عشان كده اسمها بلاك ووتر فيفر. وكمان ممكن الامر يوصل ان هو يخش في فشل كلوي اللي هو الرينال فيلير. اخر كومبليكيشن بقى ممكن تحصل مع الفالسيبرام اللي هي تروبيكال سبلينوميجالي سيندروم. هي كومبليكيشن بس بيناين، بتحصل في الكرونيك كيسز بالذات في الانداميك ارياز. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن abnormal immunologic response للملاريا، يعني الاميون سيستم عمل abnormal response كده للملاريا مش مفهومة. المهم ان العيان دوت بيجي يشتكي ان عنده splenomegaly ضخم جدا، السبلين بتاعه متضخم جدا جدا، وكمان بيبقى عنده لو خدت له عملت له بلاد اكزامينيشن هلاقي انتي مالاريا انتي بوديز بتترس عاليه جدا، يعني الانتي بوديز بتبقى عاليه جدا في البلاد. وفي نفس الوقت لو عملت له بلاد سمير او عملت له فيلم كده على سلايد زي ما احنا هنقول في الدايجنوزز، مش هلاقي اي حاجه او اي ستيج للملاريا فيها. يعني هنا في تو
two criteria بميز بيهم التروبيكال سبلينوميجالي سيندروم. اولا ان عنده هاي تيتر اوف سيركيوليتنج انتي مالاريا انتي بودي، ثانيا ان الملاريا باراسايت او الستيجز بتاعت الملاريا اللي انا بعد كده بشوفها في البلود فيلم مش هتبقى موجوده، مش هشوفها خالص. طيب انا دلوقتي لو عندي بيشنت وانا شاكه انه عنده ملاريا هحتاج اكونفيرم ماي دايجنوزس. اي دايجنوزس في الدنيا بيتكون الاول من 3 ايتمز: كلينيكالي، لابوراتوري، اند بلس اور ماينس ايميدجينج، لان مش كل الحاجات ليها ايميدجينج. كلينيكالي ان انا اخد هيستوري كويس من العيان. بالنسبه للملاريا هنا الهيستوري المهم بالنسبه لي ان انا اشوف العيان دوت اصلا عايش في انديميك اريا او زار الانديميك اريا ديت في الفتره الاخيره ولا لا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بالكلينيكال ساينز اند سيمبتومز، ايه الاعراض وايه العلامات اللي انا شفتها قدرت اكون شكي ان العيان دوت ممكن يكون عنده ملاريا. ده كده بالنسبة لي الكلينيكالي. طب لابوراتوري عندي دايركت ميثود ان انا اشوف الديفرنت ستيجز بتاعة الملاريا في البلود فيلم، او اندايركت ان انا ابتدي ادور اندايركتلي على حاجات تدل على وجود الملاريا، زي مثلا ان ادور على الانتيجين او الانتي بودي بالسيرولوجيكال تيست، او اخر حاجة ان انا احاول ادور على الدي ان ايه بتاع الباراسايت في عينة البلود بتاعة الانسان دوت، ابتدي ادور على الدي ان ايه او النيوكليار ماتيريال بتاعة البلازموديوم. ده لابوراتوري. في بعض الباراسايتس بيتزود عليهم حاجات ايميجينج، بس بالنسبة لي هنا في الملاريا ما عنديش ايميجينج. بس ده دي سكيم لكل دايجنوزز او لاي دايجنوزز هنعدي عليه. طيب تعالوا بقى نعدي على السبيسيفيك دايجنوزز للملاريا. اول حاجه عندي انا قلت كلينيكالي، وكلينيكالي فيها جزئين. اولا ان انا اخد هيستوري محترم من العيان اشوفه هو اصلا عايش في انديميك اريا او زار اي انديميك اريا في الفتره الاخيره ولا لا، وتاني حاجة ان انا اشوف بعيني الكلينيكال ساينز اند سيمبتومز اللي تشككني ان العيان ده عنده ملاريا، زي مثلا ان الاقي عنده السبلينوميجالي اللي قدامي. ده كلينيكالي. لابوراتوري بقى انا ممكن اعمل ايه؟ لابوراتوري انا قلت ان عندي دايركت ميثود وان دايركت ميثود، وعندي كمان ديتكشن اوف ذا باراسايت دي ان اي. الدايركت ميثود بقى معناها ان انا اشوف الدايجنوستيك ستيج بعيني، والدايجنوستيك ستيج هنا بتاعت البلازموديوم هي الديفرنت ستيجز اللي انا قلتها، اللي هما الرينج والتروفوزويد والشايزند والجاميتوسايت، اللي هما الفور ستيجز بتاعت الديفرنت سبيشيز اوف بلازموديوم. بشوفهم في ايه بقى؟ بشوفهم في بلود فيلم. يعني بجيب العيان بشك الفينجر تيب بتاعه وباخد يا اما نقطة بلاد واحدة واحطها على السلايد ويبقى اسمه thin blood film، يا اما اخد 4 drops من البلاد وابتدي اعمل لهم ميكسينج ويبقى دوت thick blood film. يبقى انا بعمل microscopic examination للthin and thick blood film واعمل لهم staining بحاجة اسمها الجامسة، واشوف فيها بقى لقيت different stages of plasmodium او لا. طيب لو الميكروسكوبيك اكزامينيشن نيجاتيف، هل كده انا اقدر، او الافلام دي طلعت نيجاتيف، هل اقدر اكونكلود اقول ان العيان دوت ما عندوش ملاريا؟ لا، في حاجات تانية انا ممكن اعملها واحاول اتاكد بيها، زي ان انا مثلا اعمل كونسنتريشن تكنيك لعينه البلد. يعني اخد اسحب عينه من عينه بلد من العيان وابتدي احطها في جهاز اسمه السنتريفيوج. السنتريفيوج ده فكرته ان هو يبتدي يحرك عينه البلد لحد ما تفصل البلازما عن الوايت بي سيز عن الار بي سيز، وبالتالي انا هقدر افحص براحتي ولو في ملاريا المفروض ان انا اشوفها. التكنيك دوت او لو في بلازموديوم تحديدا انا هشوفه. التكنيك ده اسمه ايه؟ اسمه الكوانتيتيف بافي كود. كوانتيتيف بافي كود وده عباره عن بلاد كونسنتريشن تكنيك، بستخدمه في حاله ان الباراسايت يبقى عدد قليل جدا وانا مش قادره اعمل له ديتكشن بالميثودز العاديه اللي هي البلاد فيلم. طيب دي كده الدايركت ميثود اللي انا هقدر اشوف بيها الديفرنت ستيجز بتاعه البلازموديوم، هشوفها بعيني.
وهم الدايجنوستيك ستيج، عشان كده انا قلت عليهم دايركت ميثود. طب انا لو لفيت اندايركتلي ودورت على انتيجين ولا انتي بادي للملاريا، يبقى انا كده دخلت في الاندايركت ميثود. اول حاجه في الاندايركت ميثود اللي هي الاميونو دايجنوزز، ان انا احاول ادور على السبيسيفيك انتيجين باستخدام المونوكلونال انتي بوديز، تكنيك اسمه اميونو كروماتوجرافي او الاي سي تي. طيب ايه تاني؟ طيب انا كده دورت على الانتيجين، هل في حاجة تانية ممكن ادور عليها؟ ممكن ادور على السبيسيفيك انتي ملاريا انتي بادي، بستخدم سيرولوجيكال تيست مثلا زي الاليزا ادور بيها على الانتي بوديز. طيب هل التيست دوت انا ممكن استخدمه فور انديفيديوال كيسز؟ لا، في الغالب بيستخدم في الابيديميولوجيكال سيرفيز او الاحصائيات اللي بيعملوها دكاترة الوبائيات واطباء المجتمع، عشان يوصلوا مثلا نسبة الملاريا في المكان دوت قد ايه، او الديستريبيوشن بتاعها قد ايه. ليه بقول كده؟ لان وجود الانتي بادي doesn't indicate active infection، يعني انا ما اقدرش احدد بوجود الانتي بادي هي الحالة اللي قدامي ديت active infection ولا old infection. اخر حاجة عندي في الاندايركت ميثودز ان انا ابتدي ادور على الباراسايت دي ان ايه او ار ان ايه. باخد عينة بلود من العيان وابتدي اعمل اكستراكشن للدي ان ايه او الار ان ايه فيها، وابتدي ادور على الدي ان ايه سبيسيفيك للملاريا. طيب انا كده I confirmed my diagnosis ان العيان اللي عندي دوت عنده ملاريا، يبتدي ان انا ادور على الريجيمن اوف تريتمنت اللي انا هتبعه مع العيان دوت. الملاريا ليها 3 groups of drugs. اول حاجه اسمها التيشو شايزونتيسايدز، سايدز يعني تموت، شايزونتيسايدز يعني بتموت الشايزونت. تيشو شايزونتيسايد يعني ادويه بتموت الشايزونت جوه التيشو اللي هو تحديدا الليفر، اللي هم ايه البريماكين والبايريميثامين. تاني جروب اوف دراجز اللي هو بلاد شايزونتيسايدز، دراجز بتموت الشايزونت اللي جوه البلاد، ودول الكلوروكين او الميفلوكين. تالت جروب اللي هو البلاد جاميتوسايتيسايدز، يعني بتموت الجاميتوسايتس جوه البلاد. وهنا بقى عندي واحد بيستخدم لكل السبيشيز للأربعة اللي هو البريماكين، والتاني اللي هو الكلوروكين بيستخدم لكل السبيشيز ما عدا البلازموديوم فالسيبيرا. الريجيمن بقى بتاع العلاج عندي بيبتدي الاول ان انا اعالج الكلينيكال كيس اللي قدامي، وبعد كده ابتدي اشتغل ان انا اعمل راديكال تريتمنت للكيس على طول عشان ما يحصلوش ريبيتد انفكشن. لما انا تبقى عندي الكلينيكال ديزيز دلوقتي، ببدا على طول مع العيان بالبلاد شايزونتيسايدال دراجز اللي هم كانوا الكلوروكين او الميفلوكين. هنا بستخدم الكلوروكين 600 ملي جرام، وبعدين بعد 6 ساعات ابتدي ادي العيان 300 ملي جرام تانيين، وبعد كده بديله 300 ملي جرام على النكست 2 دايز، يعني اول يوم بديله 600 ملي جرام، بعد 6 ساعات اديله 300، وتاني يوم اديله 300، وتالت يوم اديله 300 التانية. طيب ده للتريتمنت اوف ذا كلينيكال ديزيز، الحاله اللي موجوده قدامي. الراديكال تريتمنت بقى بستخدم ايه؟ بستخدم البريماكين. ليه؟ بستخدمه from the second day لمده 14 يوم عشان اقدر ايراديكيت الانفكشن عند العيان خالص. طيب فرضا ان انا عندي drug resistance او العيان دوت مش بيستجيب لا مع الكلوروكين ولا مع البريماكين، ببتدي ادور على كومباينيشن تانية اديها له. الكومباينيشن اللي موجودة بتبقى بتتكون من السلفادوكسين والبايريميثامين. drug دوت موجود او التريد نيم بتاعه اللي هو الفانسيدور، او الكومباينيشن دي اسمها الفانسيدور، او الكومباينيشن التانية اللي هي السلفادوكسين ومعاها البايريميثامين ومعاها كمان الميفلوكين اللي هو الفانسي ماف. يبقى انا التو كومباينيشنز اللي بستخدمهم فور دراج في حاله الدراج ريزيستنس الفانسيدور او الفانسي ماف. ال WHO دايما بتريكومند الكومباينيشنز اللي بتبقى بتحتوي على دراج الارتيميسين، دايما بيبقى يا اما الارتيميسين ومعاه الميفلوكين او الارتيميسين معاه الفانسيدور. طيب في حالات البلاك ووتر فيفر
انا كونترا انديكيتد تماما، ممنوع تماما ان انا ادي العيان دوت لا كوينين ولا البريماكين. ليه؟ لان ده ممكن يزود الهيمولايسز عند العيان، فبالتالي العيانين دول دايما بستخدم معاهم الكلوروكين او البايري ميثامين. انا كده شخصت وعالجت، يبقى ان انا اعمل prevention and control. prevention ان انا اقدر اعمل امنع حدوث او انتقال الملاريا من الاساس. control ان معناها ان حتى لو عندي ملاريا او منتشره حواليا احاول ألامت السبريد اوف انفكشن. طب ده بيتعمل عن طريق ايه؟ اول حاجه treatment of infected patients، ان هم بيبقوا الميجور سورس اوف انفكشن. طيب ايه تاني؟ انا قلت في الاول خالص ان transmission of malaria بيعتمد على وجود ثلاث حاجات: infected human انسان عيان، وجود الموسكيتو فاكتور، وكمان وجود human susceptible to infection. انا لو قدرت اوصل للثلاثه دول يبقى انا اقدر اعمل prevention and control. فاول حاجه فيهم treatment of infected patients، تاني حاجه انا قلت الفاكتور، لو عملت control للفاكتور هقدر اكسر اللايف سايكل بتاعه الملاريا ومش هتحصل عندي. تالت حاجة وجود human susceptible to infection، فأنا أعلم الإنسان دوت إن هو يحمي نفسه إزاي؟ يا إما personal prophylaxis، إن أنا أقول له يحاول يأفويد الموسكيتو بايت على قد ما يقدر، سواء بسيوتبل كلوزز أو باستخدام موسكيتو ناتس during sleeping، أو إن أنا هو يرش الجلد بالانسكت ريبيلنس فهيمنع الموسكيتو من إن هي تعضه. طيب إيه تاني؟ الكيمو prophylaxis، إن الناس اللي مسافرة endemic areas أحاول أبدأ معاهم أسبوع قبل سفرهم وأديهم العلاج بتاع الملاريا، ويستمر معاهم بعد ما بيرجعوا لمدة 4 لـ6 أسابيع، وده يعتبر الكيمو بروفيلاكسس بتاع الملاريا. وأقدر بالمنظر دوت إن أنا أحافظ على العيان دوت يسافر endemic area ويرجع من غير ما يتعدي. Thank you my dear doctors.